الصيام المتقطع ايه فكرته وازاي الجسم بيستجيب ليه وهل هو فعال فعلا؟ تعالوا نشوف كده. مكونات الاكل الطبيعية هي كربوهيدرات، بروتين، دهون. عندك مثلا الكربوهيدرات لما بتوصل للمعدة تتكسر حاجة بسيطة وتنزل للامعاء، الامعاء تستلمها وتكسرها وتشحنه على الكبد، الكبد يستلم الجلوكوز ويستفه ويشحنه على العضلة لانها محتاجة طاقة عشان تعرف تنقبض وبتطلعها من الجلوكوز، وهكذا. اكل جديد يعني كربوهيدرات جديد يعني جلوكوز جديد. لو تم استهلاك الجلوكوز اللي انت بتدخله في الاكل فانت على وضعك بوزنك، يعني مفيش زيادة. لو الجلوكوز اللي بتدخله زيادة عن الاستهلاك فده معناه تخزين دهون وانت وحظك بقى في مكانها. وهنا تبدأ تلمس معاك فكرة الصيام المتقطع، انه بيلعب على فكرة ان الجسم بطبعه كسول بيحب السهل المتوفر، بمعنى انك طول ما انت بتاكل الطاقة اللي الجسم محتاجها هيفضل يطلعها من الاكل من غير ما يلمس المخازن، وكمان بيخزن الباقي لو انت اكلت زيادة في صورة دهون. طب لو مفيش اكل، المخ بيبعت اشارة للكبد اننا محتاجين طاقة، فبيطلع من مخزنه جلايكوجين، ده اعتبره جلوكوز مركز، بيبعته ويقوم بعته للعضلة تطلع منه طاقة عشان تعمل الانقباض. والمخ برضو بيبعت إشارة للمعدة عشان تبدأ تلاقي فيه إحساس جوع وتلاقي أصوات، ولو انت تجاهلت الإحساس ده بعد كده بتبدأ تتخيل الأكل بريحته وحلاوته وبتلاقي الجوع زاد لدرجة انك ممكن تاكل صاحبك. طب انا ما كلتش ولسه على موقفي، يقوم المخ يبعت للكبد تاني طلع من مخازنك، ويفضل يشحن جلايكوجين للعضلة لحد ما المخازن تخلص. وهنا بقى تبدأ تلمس معاك فكرة الصيام المتقطع، لأن العضلات وخلايا الجسم محتاجة طاقة، والطاقة دي بتطلع عن طريق الجلوكوز، والجلوكوز احنا بناخده عن طريق الأكل. طيب مفيش أكل، بيروح رايح للكبد يقول له طلع جلايكوجين. طب الجلايكوجين خلص، يروح المخ يدي أوامره اللي كلنا بنحبها ونفسنا فيها ومستنيينها، إنه يبدأ يحرق الدهون المتخزنة وانت ونصيبك بقى في مكانها عشان يطلع منها جلوكوز يتحل مشكلة عجز الطاقة دي. بس خد بالك عشان توصل للمرحلة دي هتبدأ تظهر معاك مشاكل الصيام المتقطع، وهي الخمول والتعب والدوخة وطبعا احساس الجوع المستمر معاك. فعشان كده نصيحتي ليك، اي دايت عشان ينجح لازم يكون فيه استمرار، وتاخد بالك ان الفايدة بتكون بطيئة شوية. ولو عندك اي امراض مزمنة يفضل استشارة الطبيب، وتاخد بالك ان الدايت ده مش مناسب لكل الفئات، لازم تستشير الطبيب. فكرته ببساطة انك بتقسم يومك 8 ساعات مسموح لك فيهم الاكل والشرب، و16 ساعة بتمتنع عن الأكل بس تفضل تشرب عادي، أو بتحاول تحدد كم السعرات اللي داخل عشان تجبر المخ والكبد إن هما يطلعوا طاقة من مصادر بديلة اللي غالبا بتكون دهون متخزنة. ونصيحتي ليك أثناء فترة الأكل خد بالك من نوع الكربوهيدرات اللي أنت بتاخده، يعني قلل من النشويات زي الرز والمكرونة والعيش والسكر والشوكولاتة لأنها حاجات مش بتشبع وبتدي سعرات عالية جدا. زود من الألياف زي الخضار والفاكهة، وحاول تزود من البروتين لأنه بياخد وقت هضم أطول، وقلل من الدهون شوية، ومع الوقت هتلاقي فايدة إن شاء الله. أشوفكم رفيعين، سلام عليكم.